لا سيدي، بلا اولتها بلا اخرتها. راحت عليكم عمليه. معلش يا صهري، مره الكم ومره النا. مبروك عمي شاهين. الله يبارك فيك عمي ابو عبدو، ان شاء الله عبال ما نبارك لك مشيخه الكار عن قريب. تسلم. ان شاء الله باليومين ثلاثه بيطلع الفرمان من جناب الوالي. اذا هيك لكان بدنا نعمل له حفله مطنطنه لابن حماك. لك شو طنطنه؟ والله لخلي ادنيك الطنطنه. هذا ابو عبدو موحي الله. الله يديمك ويطول بعمرك، انت دائما مفضل. مفضل الله يا ابو عبدو. يلا يا جماعه خلونا نتيسر قبل ما تنزل الشمس. وين يا جماعه؟ يا علي الجيري ما بتروحوا ولا تتعشوا عنا اليوم؟ الله يديم عزك يا ابو عبدو. ما في مجال يا ابو فتحي، العشاء عنا باذن الله. تشرفوا، تفضلوا. تفضلوا. يلا شرفوا. تفضلوا. وفيقة، لك يا وفيقة، لك وفيقة ليش ما عم تردي؟ نعم مرت عمي. غسلتي دولات القهوة وعبيتيهم؟ يي والله نسيت مرت عمي. يلا يلا نازلة جيبهم. نازلة جيبهم؟ اي بعت لحم حظي ان شاء الله. يا مو لا تاكلي هم، انا غسلتهم وراح جيبهم مشان نعبيهم. ايه يا مو برضاي عليكي، لانه ما بقى الا يجوا الخيالي، واذا اجى ابوكي ما لقى كل شيء جاهز بيعملنا قصه. ها ايه تصطفلوا. وهي القهوه. على مهلك امي، على مهلك. يلا امسكي الدوله. هاتي. انتبهي يا مو على ايدك، قربيه هيك. ايه يا مو اجوا الخيالي، انا طالعه اتفرج عليهم من الشباك. لك شبكي لك بنتي، ما قلت لك ديري بالك، ركضي حطيها بالمي بسرعة. لك بنتي وين رايحة؟ طالعة لفة بشي منديل. لك يا بنتي الحرق ما بيسوى يتغطى، قلت لك بس حطيه بالمي. الله يحيي الشباب. انك عم تتناوي على الخياله؟ لا يا حبابي، يعني بيهون عليكي انه ابوكي. ايه ايه بيهون علي مشان تتربي يا بعدي. شو علي؟ قلي له. انا كمان بدي اقول له شو قلتي عنه امبارح وكيف كنتي عم تتمقلسي عليه. لي على قامتي انت بدك تفضحيني؟ رويدا انت ما بتخافي من الله؟ لكان اسكتي وخلي الطابق مستور احسن لك. خلص سكتت سكتت. وعديني يا اختي، وعديني انك ما تقولي لحدا. رويدا رويدا ردي علي، شو بكي؟ شو في؟ وعديني انك ما تجيبي سيره لحدا. انو سيره؟ هلا بطلتي تعرفي انو سيره؟
ايه بوعدك بس بشرط تخففي لي هالحركات هي. ايه خلص بوعدك. وها هي مستر التوبة. يلا يلا. السلام عليكم. اهلين تقبرني. ان شاء الله ما بحترم هالطلة يا رب. شو يا جايينا غالب ولا مغلوب؟ مغلوب؟ ليش في بالعادة؟ قال لي عليه قلت لحالي بركض ان جايينا مغلوب. اخوكي خيال ابن خيال مو شلون من كان. لك تسلم لي يا احلى خيال. وينه ابوك يا مو؟ ابي راحوا الكبارية لعند خالي ابو عبدو، قال عازمهم على قهوة. خير ان شاء الله. وليش ما نزلت عند بيت خالك؟ على قليلة بتشم ريحة الغوالي. شو قصدك وليه؟ مو قصدي شيء، بس قلت يعني بركدم في حدا بيحبك هونيك. ايه روحي سخني لي شوية مي مشان تخسل. حاكم اليوم كتير صار غبرة بالميدان. ايه مو على عيني. وبعت لي يوم مع الصبي. مو على راسي وعيني. شو ناويين على المحاشي اليوم؟ هيك شي سيدي. ايه تكرم عينك. تعا يا ولد. ايش خبرك يا عواطف؟ يعني عواطف انا فخري. اهلين وسهلين. سلام. ما بتعرف شو شلون لحمات اليوم؟ على كيفك انت مالك شايف خروف مثل الدكتور تاكل اصابعكم. اي عال لكن زكاتك هات لي رطل لحمه وفرم لي اياها تكون ناعمه وطريه. من عيوني. وشو الطبخه سيدي؟ محاشي سيدي. بس لا تحط لي فيها جلبيطة. لا يا طيب ليش في بالعادة؟ يعني بيقولوا اللحام مش كان ما لقى حدا يغش بيغش حاله. مقبولة منك، أنت وبس مقبولة منك. طمني سيدو كيف شغل الطاحون إن شاء الله منيح. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هلا يا أبو ياسين. أحلى عديد. حبيبي. فخري. الله حيه وأدهم. سعد صباحو عقيد. زين ابن عمي. بارك يا رسول. تدعي بسلامتك. وين متياسير؟ واصل على الطاحونة بدي اشوف اخي عمر وصالح بحدو ايش كان لازمهم شيء. حاكم امبارح انضرب حجر الطاحون وهلا بيكونوا عم يغيروه. لا 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 لا. بسيطة بسيطة بسيطة. غيروه بسرعة لأنه هلا موسم وبينته في حركة. ايه والله معك حق. عمي مرودة عندي على الخام بطريقك. قال له لتحسين ما حقدر اشي. خليه يدير باله على الشغل. بتأمر عقيد. عاوز شي تاني؟ شو بنقبل؟ بينتك ما حبيت المشوار معي. ما انك طايقه لتحسين انا بعرف. من عمايله عقيد. من عمايله. ابو فهد هذا منا وفينا بدنا نتحمل. ايه انت بتأمر. بصك شي؟ الله بعرف. اهلين ابو محمد. اهلين وسهلين بالعقيد. يا اهلين. شو؟ يعني فيك كل ما تحكي. اي والله يا عقيد في شيء لازم اقول لك اياه. احكي. شرف 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 لجوا بنحكي جوا بالدكان. احكي هون عمي. معلش هي الدكان مقدم مقام بس قلتك عليها بتعلي لها مقامها. شرف شرف ابو محمد شرف. هات لشوف شو القصة. هذا يا سيدي ابن عمك تحسين ابو شرار. شو بو؟ والله خجلان منك يا عقيد. خايف تزعل مني إذا حكيت. عم بيضايقك شي تحسين؟ بدك ما تأخذني بهالكلمة عقيد. يعني أنا زلمة غريب ووحداني وشوفت عينك من بيتي لدكانتي على الجامع وبحياتي ما زعلت حدا. لا يا أبو محمد هي ما حبيتها منك بنوب. شو غريب ما غريب؟ بعدين من قال لك أنت وحداني؟ اللي بيعاشر القوم 40 يوم صار منهم وفيهم. بعدين أنت صار العيلة يا أبو محمد واللي بيأذيك بيأذينا. احكي لي لشوف شو مسوي معك. لك اخ يا عقيد اخ شو بدي احكي لك. لا احكي لك عمي. احكي ولا تخاف.
تحسيني يا ابو ادهم عامل بيته ملفل الزعران والعمنطجيه، وطوال هالليل صريخ وعربده، ومثل ما بتعرف معلومك انا عندي حريمات. أنا جارك جارك. خير، شو جابك بآخر الليل؟ جار بمعيتك، خففونا الضجة شوية، والله ما عم نقدر ننام. أها، شو رأيك إجي طبطب لك لحتى تعرف تنام؟ لا عدم المؤاخذة، مو هيك القصد، بس يعني أنا في عندي أطفال وحريمات ما عم يقدروا يناموا، عم يسمعوا كلام، شي بينحكى وشي ما بينحكى. اسمع جار، روح من وشي أحسن ما أمسح كل هالحارة فيك. أنا بشرار ما بينقل لي شو لازم ساوي وشو ما لازم ما ساوي، عم تفهم علي؟ إيه، منت علينا يا حط من هون. ولا قبلي حملت حالي ورجعت على بيتي، قلت لحالي مالي غير العقيدة وقدها. أبو محمد، صغيرة صغيرة كتير وما راح تكون غير رضيان. السلام عليكم يا أخي. أهلين أهلين مختار. أبو صلاح ليه أبو مختار خرب؟ الله يعافيك يا أبو صلاح. يلا محييك مختار. أبو ياسين الله يسعدك مختار. مرحبا بفكرين. يا ميت اهلي وسهلي بالمختار. اهلا وسهلا، شرف سيدوك. الله يديمك. اهلين ابو طه. اهلين بالعقيدة. اهلين يا ابو محمد، الله يعطيك العافية. شرف شرف سيدي شرف. يلا سيدوك. عمي هدي وطول بالك علي. عمي اترك لي بالي على جنب ولا ترجع لي راسي، في حساب بده يندفع. عمي الله وكيلك تنشترت وما معي غير هالبرغوتين. حسابك ابو المية وبرغوتين. يا ابني كلامك صحيح وعلى عيني وراسي، وانا مالي ناكر لك حقك، بس هلا الله يحن عليك، خذ هالبرغوتين وانا اني رجعه بهاليومين عشان بجيب لك ابو المية. بلا ابني بلا بلوط، بدك تطلع بالمية قبل البرغوتين، ولا بورجيك شي ما بيعجبك. ها ما بيعجبني يا ابني؟ انا رجال قد ابوك. تحسين شبك انت الثاني؟ الرجال عم ترجاك. شو بدي ساوي له يعني؟ بعدين الله يرضى عليك ابن عمي، انت لا بقى تتدخل بشغلي. يا عمي بيعني الحمار وفك حالك. بياك الحمار؟ ايه، وبعطيك حقه مجديين. يا ابني انا مشواري بعيد وما بقدر امشي على رجلي، وشوفت عينك معي كومة غراب، فشلون بدي بياك الحمار؟ تصطفل عمي، مو شغلتي. تحسين شو بدك؟ قديش حسابه؟ شو بدك بهالشغله؟ عم بسألك. حسابه ابو المية وبرغوتين. اخوات البرغوتين وخليه يتيسر. لا عمي ما بيمشي الحال، العقيد ابو ادهم مأمني على الخان. بعدين شو نحن فاتحين الخان تكيه لوجه الله؟ هذا باب رزق ابن عمي. العقيد ابو ادهم ما بيهون عليه، اتركوا علي انا عنه. ها انت عنه؟ شو هالحكي؟ تعا تفضل عود محلي. خود عمي، هي ابو المية وبرغوتين. شو من عمي مصرياتك كتراني؟ كتر خيرك، الله يحرس لك شبابك، كتر خيرك. خير الله عمي، خير الله. عمي خود هالبرغوتين وانا ببقى بجي بجيب لك ابو المية. لا عمي لا، خلص تيسر انت. كتر خيرك، الله يسرك، هات ايدك ابو المية. استغفر الله العظيم. تيسر تيسر. كتر خيرك. يا بني يا كتر خير، الله يحفظ لك شباب. الله يخليك يا رب. الله يكرمك. يلا يا مو فهمية، خفي ايدك شوي وتعالي ساعديني. لك يلا يا مو. بشو يا مو؟ شو بدي ساعدك؟ شو بشو بدك تساعديني بحفر الكوسايات؟ يا امي مانك شايفتيني قاعدة عم بشتغل؟
لا ايوه، ما بتعرفي انه شاهر ما بيحب الكوسيات اللي انا بحفر هون؟ قال شو بيطلعوا سماك يا بعدي، بكره منشوف شغل مرته. ايه يا مو، كوسياتك سماك حبيبتي، بكره اذا جوزناكي وجوزك ما عجبته الطبخه بيدلقها على راسك. ايه انا ما بدي اتجوز، بدي ضل قاعده عندكم يا مو. يو وليش يا بعدي بدك تقعدي عنا؟ بدك يانا نكبسك مخلل ولا نحطك على الرف وندق على الدف؟ لا يا مو، اعملوني مكدوس احسن. يو يبلا لسانك بالقطع، لك ما بفوت لحلقك، بده مقصص كافي. اسمعي شو بدي اشوف قصدك؟ لعن عليك راس، لعن عليك، لعن عليك، الله يعطيك العافيه. ها؟ الله يعطيك العافيه يا جماعه. يا حلو. الله يحييك صاحبي. الله يعطيك العافيه. شو اشتغلت مزبوط؟ على كيف كيفك، ما في احلى من هيك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، حطينا اول طحنيه، الصلاه على النبي ما عم نلحق عليها. رو الله يقويكم. خلينا ياكلنا فايز، عاوزين شيء؟ سلامتك. يعطيكم العافيه. ديري بالك ما تشقيها. هيك منيح يا مو؟ فرجيني يا مو، استني لحظه. فرجيني. ايه منيحه كثير، بس بدها شوي. مين جايين عندها الصبح؟ قومي يا ما شوفي مين. قومي. حاضر يا ما. اللهم اجعله خير. مين؟ أنا شهيرة أختي، افتحي. أهلين شهيرة. أهلين أختي، فوتي فوتي. يا ميت أهلين وسهلين، تعا تعا حبيبي. فوتي أختي فوتي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، جيتي بوقتك يا مو. شلونك يا مو؟ أنا منيحة يا مو الحمد لله. أنت جاي زيارة ولا؟ يبعت لي ضربة إن شاء الله. وعم تبكي لك أمي؟ شوفي تعي تقبريني. عادي 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 لشوف، أحكي لي. عادي يا تقبري أمك عادي. شو يا مو؟ متخانقة أنت وجوزك؟ شو يا؟ أكلة قتلة من صباحية الله؟ فهمية سمعينا، تركي أختك بحالها. يا مو تقبري قلبي، احكي لي شو صاير بينك وبينه؟ احكي يا أمي احكي. يا مو والله ما ساويت له شيء، كله لأني رحت مبارح لعند جارتي أم حسن وشربت عندها فنجان قهوة. يا مو والله هي عزمتني. مانك أخذة إذن من جوزك؟ لا يا مو، هو ما كان بالبيت لحتى آخذ إذنه. يا تقبروني على السمعة، شلون بتطلعي يا أمي من بيتك من غير ما تاخدي إذن جوزك؟ شلون؟ يا مو جوزي بيطلع على الطاحونة من طلوع الضو ما بيرجع لبعد المغرب، شلون بدي آخذ إذنه وهو ماله بالبيت؟ بتأجلي زيارتك ليوم تاني لبين ما تاخدي إذن جوزك، عم تفهمي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين هاشم افندي، اهلين ابن العم، تفضل ارتاح. كاس زورات لعمك ابو خيرو. شلونك ابو زهدي؟ الحمد لله، ما في احسن من هيك. انت شلونك؟ ماشي الحال. ايه ابو خيرو، شوفي ما في، شلون اوضاع السرايا الايام؟ والله الامور يا ابو زهدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلين فهد، تفضل. السلام ورحمه الله. خليني امشي. وين 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 رايح؟ بدي امشي يا ابو زهدي، بدي امشي. شو لساتكم مالكم صاحبي مع بيت العياش؟ اخي لا بيطيقوني ولا بطيقوني. والله جماعه كابر، بس الله يلعن الشيطان. الله يرحم والديك، خليني امشي. طيب ليش بدك تزورني؟ ان شاء الله الف دايمه. الله معك. حسنا. يسلم وديات. وإيديك ابن عمي؟ بدك شيء ابن عمي؟ شو ما في بصل؟ زهرية قوام جيبي راس بصل لأبوك. يلا أمي. يلا يا أبي يلا. عيبوا ليه؟ لسا أبوكي ما بلش. والله جعنا يا أمو،
ولو كان امي ما بيصير تبلشي قبل ابوكي. تركيها تركيها، بكره بتتعلم. تفضل يا ابي. يسلموا يا ابي. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قولوا بسم الله يا بنات. بسم الله. يا ابي شبكي يا ابي. تركي ابوكي يعرف ياكله لقمه، يبعث لك حمه على هلسان يبلا بيقطعه. لك تركيها تحكي لنفهم شو بدها. احكي يا ابي احكي. يا ابي والله ما دلينا من برغل، كل يوم برغل برغل. ولك درصانه ليش شو بالبرغل؟ ما انه نعمه الله. اي يا مو نعمه الله، واللحمه كمان نعمه الله، مو هيك يا ابي؟ مبلا يا ابي مبلا. ان شاء الله بكره بجيب لكم لحمه وبشوي لكم اياها وبتضلي بتاكلي لتشبعي. اي يا ابي ساولنا هيك اصابع مثل اللي اكلناها عند خالي مقدام هذيك المره، بتتذكري يا مو؟ ايه بتذكر. كلي وبلا كثره لعي. دقيقه دقيقه، شو هي اصابع؟ قصدك كباب ابن عمي؟ ايوه. مو تكرم عينك، مو تكرم عينك. روح الله يرزقك بحسنتهم. امين يا رب. الحمد لله. يوه ابن عمي، ما تغدى؟ صار لك من الصبح على ريق بطنك. الحمد لله كفاها الله. وقريضة ان شاء الله، وقريضة، ما خليتوا ابوكم يعرف ياكل. قلتلك شبات كفاها الله. اخ اخ يضرب قلبي ان شاء الله. لو محمد لساته عايش كان سندك شوي. الله يرحمه. الله يرحمه. ليك يا بديعة، هالحكي هذا كفر ما بيجوز. خلاص الله بيرزقنا بحسنتهم. وهي مقصوفة الرقبة، ليش توعدها باللحمة؟ هلا أنت قدران تجيب لها لحمة ابن عمي؟ والله والله بكرة ما رح تخلص من لسانها. إن شاء الله الله بيسرها وبجيب له. ابن عمي ما قلت لي شفته للعقيد أبو أدهى؟ ليش سوى شي هالواطي؟ لا ما سوى شي، بس بدي أعرف إذا حكيت له لأبو أدهم ولا لا. قلت لحالي بركدم بيحط له حد لهالواطي. شفته شفته وحكيت له. وشو قال لك؟ قال لي اللي بيزعلك بيزعلنا، خلاص أنا بتصرف وترك الباقي علي. أي منيح، بس ما يروح يأذيك هالواطي إذا عرف إنك شكيته لحدا. إيه ما فشار؟ صحيح أنا ما بحب المشاكل وما بدي أعلق معه كرمال ولاد عمه، بس قسما بالله العظيم إذا بجد الجد لأذبحه وأشرب من دمه. شلون ما تعرف انه هالواطي عم يتناوق علينا بغيابك؟ طول بالك ابن عمي، طول بالك، والله ما انا مستاهله. ناوليني انا مصلاي لصلي الظهر. تكرم. لك الله يسلم هالايدين تقبري قلبي. ويديك يا مو. يا الله يا الله. شو يا مو؟ بعتوا غدا للشغيله الطاحونه؟ ايه لك وجه الصبي اخذه. يا حسبتوا حسابك حده؟ يا لك عن شنو؟ بس والله غريبه. قل لي يا مو شو الغريبه تقبرني؟ عم حده ما قال لي انه شهيره زايره عنا اليوم. لو قال لي رايح اتغدى وبرجع بعدين. شو نسيان انه مرته عنا يعني؟ لو عرفان هيك قلت له يجي يتغدى معنا. يلا أمي خيرها بغيرها. شو شهيرة؟ ليش عم تاكلي؟ أخي لا عم آكل. في شي يعني؟ لا أخي ما في شي. شلونه حدو؟ منيح أخي ببوس إيدك. وينه؟ ماني شايفه. هلأ نيمته دايمة. شبه شهيرة يا مو؟ ما في شي يا مو، لا تشغل بالك. متنقرة هي وجوزها شوي. انت الله يرضى عليك، ونصلي هلا الظهر ونملك شي ساعة زمان. بعدين انت هلا جاي تعبان يا تقبرني. ريح حالك ونمسى ان شاء الله بنحكي. أكيد راحت لعند أهلها. لك الله يلعن الشيطان. والله أنا أزيت عليها، بس هي الحق عليها اللي طلعتني عن طوري.
لك يا سواد وشي منك يا معلم شاهير. لازم روح وجيبه قبل ما حدا يدرى. يا ترى بيكون شاهد تري بالقصة؟ لا لا لا، لازم الحق. قوم يا ولد، الحديد هو حامي. لك ملالك الروحة، هلا الجماعة بيكونوا ضاجين ومتضايقين، خليها لبعدين. يا ترى منين انت؟ وشو قصتك؟ وليش عم تخبي علي اصلك وفصلك؟ عامل لك شي عملي وهربان؟ صار لي معك 15 سنة وما بعرف عنك شي غير اسمك، بس يلي عرفته ومتأكدة منه انك ابن حلال وقلبك كبير. يا ترى إلك اهل؟ إلك أخوي؟ إلك أخوات؟ وإذا كان إلك ما اشتقت له، ما حنيت، بس رح ضل وراك حتى أعرف عنك كل شيء. ابدا معلم، العدد مزبوط. ايدتهم على الدفتر؟ ايدتهم معلم، كلهم ايدتهم. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. كان عمي بس تخلصوا تحميل تاخذهم على الابو لعدم محروس، تعرف مطرحه ما؟ يلا اتكل على الله. يلا وحسابك عنده هنيك. يلا يا شباب. يلا تقبل معلم. لك ان شاء الله بتسلم لي هالهيبه يا حق. الله لا يحرمني اياكي ويخليكي شمعة مضوية بحياتي. إلهي يا رب. إن شاء الله بتطلع على قبري، الله يديمك فوق راسنا. وين الطربوش والبسطون؟ إيه بعت لي حمى والله نسيتهم. سميحة يا سميحة. إيه يا عمو، جاية جاية. إيه تقبرني، ما قلت لي شو بتحب تتغدى اليوم؟ شو رأيك كركبك بشي أكلة معدة؟ كركبني تقبرني كركبني. كل شي من تحدياتك. طيب شو ما بدك تبخينا؟ وضح، بدك تبعتوا شي مشوار اليوم ولا بده يتغدى معنا؟ صباح الخير يا مو. صباح الخير يا بي. صباح النور. هيك يا بي، حاف لا بوسي لا مجأة؟ ما بيصير. يرضى عليك. يا مو جيبي البسطون والطربوش لأبوك. اي على راسي. في شروة حور اشتريناها من الغوطة، رح ابعته مع كم طنبور مشان يجيبه. يا الله يسر له ويهون له امره. انت ليه عم سأليني اذا بدي بعته مشوار ولا لا؟ لأنه تقبرني بدي أعمل اليوم كبة. ووضح بيحبها تازة. ها يعني وضح بيك إذا ما أكل كبة نحنا ما بصير ناكل كبة؟ شو بن عمي عم تغار من وضح؟ العين ما بتعلى على الحاجة. لا شو غار منه، أنا صدقت وشفته بيشبوبية علي ما علي، طلع عيوني لحتى شفته هيك، بخاف عليه من هبة الهوى. بس بصراحة يعني ما رخبي عنك، بحب كباياتك أكتر منه أنا. صحيح ابن عمي. لك في حدا بيدوق كباياتك وما بيموت بدباديبه؟ لك دخيل المقلي والمشوي واللي مهبل تهبيل. ايه ابن عمي، مشان ايد جرن الكبة صارت تعبانة كتير، ليه ما بتاخدها معك وديبه بياخدها على النجار ويفصل لي مثلها؟ كان يلا بسرعة نطي ناوليني اياها. يلا يا طيرة طيري يا حمامة، وديني الدمر والهامة. هاتي يا بي هاتي. يو الوه الوه على هالشي. لك اتركيها والله لا بقلا. هاتي يا بي، يلا خاطرك. الله معك يا بي، مع السلامة. تكون عافية يا بي. مصري علي عديد. علي عديد ولك يا بطاي. علينا وين تحسين؟ حسين مو هون. وين راح؟ مالك وين راح؟ كشف لعنده اثنين شباب، قعدوا معه شوي بعدين طلع معهم، قال واصل مشوار وراجع. مشوار؟ ايه والله يا عقيد، هو شو فكره؟ انك انت امبارح ما اجيت، فقال لحاله اليوم ما رح تجي. ايوه.
شلون الشغل اليوم؟ لا على كيف كيفك، اليوم الزباين اللي حاسبوا وسافروا بيطلعوا لهم شي 15 واحد، والدواب شي 10، يعني بتطلع الغله 15 ابو المية و20 برغوت. بركة الله، وابو شرار عم بيعامل الزباين منيح ولا؟ والله يا معلمي احكي. مو كل هاد منيح. حسبي الله ونعم الوكيل. ومبارح تقاتل مع المعلم شاهر مشان زبون. شو الحكي؟ اي والله يا معلمي. عمل لي نفس رجيلي. تأمر عبيد. يلا حبيب دورك. دوري يا بحدو. لا سيدي مو دورك، انا حافظ دوركم واحد واحد. بعدين زلمه جاي من اخر معمر الله، خلي يطحن على بكير ويتكسر. تاخذ منه حمادي. بحدو عالنفد. لك بدك تعال عاوزك. على عيني وراسي، بس ما في حدا وشوفت عينك. العالم فوق بعضها. ايه معلش اتركني لك تعال. يا على عيني وراسي. يا عمر. هيا اخي. الله يرضى عليك. وقف محلها بحدو. ايه على راسي. شريف. يعني والله أخوك معه حق يزعل منك ويخانك، لأنه العمل اللي عملتيه مع جوزك ما لا قليلة. إيه يا عمو، بس أخي شاهر بعمره ما خانقني وزعلني. بس ولي روحي من وشي أحسن ما أنفش كل أهري فيكي. ها طولي بالك يا عمو، لك يقطع عمرك إن شاء الله. تركي أختك بحالة بقى. روحي يا عمو اغسلي شروال أخوك مشان ينشف من هون للصبح. يلا روحي. حاضر يا عمو. يا مو أخوك زعل منك لأنكم عم تقللوا قيمته وبتخلوا الناس كلها تجي معدله بالعاطي. لا يو، إن شاء الله بتقطع قطع قطع وبتشحتني الكلاب بالزقايق إذا كان قصدي إني أقلل من قيمة إخواتي بين الناس. والله يا تقبريني، أنا بعرف إنه مو قصدك تقللي قيمة إخواتك بين الناس، بس بعملتك هي بتقللي قيمتنا كلياتنا. يو إيه لكان تقبريني، إيه لكان. قومي الله يرضى عليكي، غسلي وشك وركزي لي حالك، وبس يجي أخوكي بتبوسي إيده وبتطلبي منه السماح. حاضر. يا مو أخي شاهر لوين راح؟ والله راح الطاحونة، ويمكن يعمل له بهدلة لهالمعتر. يوه معقولة يبهدله يا مو؟ والله يا أمي مو بعيدة. بس والله حرام، يعني أبو حده كتير مسكين. شو يا مو؟ حنيتي؟ هذا الحكي ما حبيته منك بنوب. ها بنوب انا حكي فهد، يعني ايش كان انت اخذ اختي بيختلف الامر؟ كنت تصرف غير هيك؟ اقول لك انا فهد، انت مفضل عرابي يلي بينكر بيكون ابن حرام، مثل ما بيقول مثل مال عين تكرم مرجع عيون. لا هذا كلام ما بيرضيني بنوب. ها بنوب، اول باشتان ما حدا له فضل على حدا، الفضل لرب العالمين عز وجل. ثاني باشتان انا جوزتك اختي لانك شهم وقبضاي وصاحب نخبه. الله يرضى عليك، نحن ما في عنا حرمه تفوش على جوزها بتخرج عن طوعه، بتلبي لها طلباتها ايه هذا حقها، بس غير هيك لا يا بحدوها. والله يا فهد ما لي بقصر عليها بشي، لا بلا عصفور اذا بتطلبه بيكون عندها. بعرف، عشان هيك انا عم بقول لك هذا الحكي. بعدين يا منظوم ليش ما حكيت لي من امبارح اللي صار بينك وبينها؟ والله قلت لحالي ما بدي اوجع لك راسك بقصصنا، مالي فكرت ترد عنكم على البيت. قلت بروح على البيت، كلمة مني كلمة منها بيمشي حال، ببوس راسها وبصالحها. بس والله خجلان منك يا فهد لأني زعلتها. وش كان زعلتها؟ حرمتك هي، أنت جوزها وتاج راسها وبتمون عليها حتى لو كانت بنت السلطان. الله يجبر بخاطرك يا فهد. إيه سيدي، اسمع مني هالكلمتين اللي بدي لك إياهم منيح. تفضل يا فهد، من يوم يومك ما بتحكي إلا بجوزها، كلامك مش رح يصير. تفضل. حرمتك ما رجع على البيت هلا. شو؟ اهلين والمعلمي. ابو شراب والمعلمي ولاك معلمي. ابو شراب شو بدك؟ ابو ادهم شو بابا؟ مرق لهون، قال بده اياك تمر لعنده على البيت ضروري. ايه سكر على الموضوع هسه من الشيء. تعال يا ولد. عم تصلي تعال. نعم. بتعرف مين انا؟ لا تحسين. لك قول معلمي ابو الشرار ولك.
ام عني ابو شرار. الله انا ابو شرار خوف الكبار قبل الصغار. ولي رح موت رعبه. ليك ابو شرار مش عم بعدين ابو ادهم. شو مرنا هون قال بدك تجري عنده على البيت. اللي بده الثاني بيجي لعنده. مصري انت زلمه جدع وبطاي. قرب تعا تعا اعطيني بوسه من هالبوس. قول لك بلاها. خليني نمل شوي قبل ما يأذن العصر. يأذن المغرب. نعم شو هالحكي؟ سيدي ما بتفرق. المهم نمل شوي. نوم الظالمين عباده. يا مرحبا. اهلين يا عمري. اشتقت لك. شو بك يا فاهم؟ ما هلك تشتاقي لي؟ يا دوب صار لي ساعتين تارك البيت. مالك علي يمين ابن عمي. بشتاق لك وانت جنبي. بديني بديني فيق من عز نومي. بس لحتى اقعد اطلع بعيونك وشواربك. حواجبك تقبر قلبي يا حق. ايه يا عفاف؟ ايه ابن عمي؟ قلي شو رأيك بهالفستان؟ منين؟ هذا اللي كنت عم فصله عند الخياطة. حلو؟ مزهوة بس الروب ما دخلوا القالب غالي. لك يسلم لي المساء. يا الله يا الله يا الله. اصبحنا واصبح الملك لله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. خذ زبون وسكر. الله يصبحك بانوار النبي سيدراسي. اهلين شباك شباك شباك. ما بني شي لشوفي لك. شباك شي دراسي شباك شباك. فريد الخلع منصب عليك شبنا. نحيك يا ميت أهلا وسهلا. شرفتونا يا علم الله شرفتونا. ميت أهلين وسهلين. نحيك ايه منيح كتر خيرك. مر سيدي. ايه ما يأمر عليك ظالم سيد راسي. دي اسألك دخيل روحك أبو صلاح. السنة جبتوا كشك جديدة شي؟ لا هالسنة ما جبنا. عنا من عم نوال. شوف إذا الكشكات كانوا من عم نوال. آخر هيك لنشوف الحرمة شو بدها. مري يا أختي. الله يعافيك. إيه عندي على عيني. شوفي يا أختي إذا كانوا الكشكات شغل عم نوال بيكونوا مقطعين ومدودين. هادي ربالي. إيه لا ما بدي. الله غناني يسلموا إيديك. ما عاد بدي كشكيف. نيحك عجبان. هي طفشت الحرمة. بعدين مين اللي قال لك إنه كشكاتي مقطعين ومدودين؟ مبينة سيد راسي مبينة. إذا الكشكات من عم نوال بيكونوا مقطعين ومدودين، بعدين ليش عم تولاني؟ أنا شو قلت لها للحرمة؟ الله وكيلك ما قلت لها شيء. هي لحالها انوربت ومشيت وبطلت تشتري. والله ما بعرف، ليش بطلت تشتري؟ لك أبو نجيب. أمرني سيد راسي. ما يأمر عليك ظالم، سيد راسي، سيد عيني، بدنا نعرف نتسبب، حل عن كتفنا يرضى عليك. والله حقك، والله حقك. شو الحكي؟ بس زكاة روح مواتك. بدي درة ملح الله يسترك. وبقديش بدك؟ قرب على المحاشي يا بي. الله يسامحك يا صلاح. الله يسامحك. مصاري لك عم نقول لك درة ملح. درة شبنا. انت شايف البضاعة هي كلها اللي عندي؟ ايه؟ هي كلها حقها مصاري. دافي حقها مصاري. لك مو محرزين عم نقول لك كلها درة ملح بدنا ولي علينا. حسبي الله ونعم الوكيل. يحتك حريش الشر. ادوني هالبصر. بحبحون ابو صلاح. بحبحون. لا تكون بخيل مثل جارك ابو فخري. لا ابو فخري بخيل. ايه يا سيد راسي بخيل. ايه بخيل. طلبنا منه شقف الدهنة. شقف الدهنة لنسنية. قال شو بده مصاري. لا ما بصير. لازم يعطيك. شلون ما يعطيك؟ لا لازم يعطيك. شفت شلون سيد راسي؟ لك ما قلت لك بخيل نوتي. تعرف على اليقين. لك ان شاء الله بيعيش بالايدين. الله يخلينا على صلاح. ان شاء الله ما تبلى الهي.
الطاقية حاتم الله وكيلك حاتم طيب الله لا يحرمنا الطاقية خليني اياك مرحبا بياسين خلينا بنجيب الله يخلينا بياسين لا تاخذها عدم على راسي بتموتي راسي شبو سيدي وتاج راسي بشو شارد آه ماني شارد عم فكر بهذا ابن عمي اللي شاغلني وقلقني أني منو شاهر لما تحسين شاهر يا ريت كل الشباب مثل شاهر شاهر زلمة بضاي ومعدل وما بيحب المايلة هذاك الواطي تحسين ولي على قامته ما حدا بطيقه ابنه ابن عمي أنا ما بعرف شو أنت متحمله وشغله عندك بالخان شو عرفك ما حدا طايقه يا جدي والله خسارة ويا حيف ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف هالزمن الراح ما بينعام وين الألفة والمحبة وين النخوة يا صاحبي يا بارو كمان يا بنت الحرام